الشعب السوري شعب عظيم وشعب مبدع وشعب بجيناته، يعني انت بتعرفي مثل يعني كان بالعالم القديم في حضارتين، في حضارة بمصر وفي حضارة ببلاد الشام وبلاد ما بين النهرين، يعني نحن وسوريا والعراق وفلسطين لبنان كلها وسلسلة من الحضارات، وهذا شيء بجينات السوريين رغم كل الظروف اللي مرت عليهم، وهي مو أول محنة يعني بتمروا عليهم، مر عليهم محن كتير. السوريين بيحبوا الحياة أولا وبيحبوا يثبتوا نفسهم بالحياة. السوريين ما بيعجزوا، السوريين ما بيحسوا خلاص إنه ما عاد في أمل، السوريين لا تعدمهم الحيلة. يعني أنا أول مرة بشوف يعني بعد ما بدأوا السوريين يجوا على مصر يعني تقريبا بأواخر 2011، أنا لما شفت بالمعادي الطفل السوري اللي أمه عاملة شوية برازي وغريبة وحطهم بهذا الطبق الفويل النظيف الجميل ومغلف بالنايلون وأنا اشتريت منه ودقت الـ يعني حسيت انه هذا صنع امي، يعني تحس امي اللي عاملاه. يعني هي السيده اللي جايت من سوريا عندها 3 أو 4 أولاد ما شحتتش، ما وقفت تشحد، وانما هي ما كانش يرضوا ويقولوا لا احنا نبيع من بالضبط. وعملت ببيتها وبالفرن تبع بيتها، عملت شيء وابنها الصغير يبيعه بالطريق، وبتشوفي النجاح الهائل لكل للسوريين يعني بكل مكان، يعني سواء بالمطاعم بالصناعه بكل شيء بالعلم، يعني الطلاب السوريين عم يتفوقوا باكاديميات العالميه كلها، في سوريين وسوريات وصلوا لمناصب عليا جدا صاروا رؤساء بلديات، ولا في كذا سوري وسوريه مرشحين على كذا برلمان اوروبي.